قررت وزارة الصحة في إقليم كردستان إعادة النظر في الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا فيما يخص دخول المسافرين للإقليم. وقال المتحدث باسم الوزارة سحويزي إن من أجرى فحصا مختبريا للفيروس قبل 48 ساعة ويمتلك مستمسكا موثوقا به لا يخضع للفحص مرة أخرى عند دخول الإقليم، ومن تلقى جرعتين من اللقاح ولديه شهادة تثبت ذلك فهو أيضا لا يخضع مرة أخرى للفحص عند الدخول في المعابر الحدودية أو المطارات.